أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رزقني الله بحفظ جيد وأسأله المزيد، ولكن عندي همة في حفظ الحديث، ولكني عندما أفتتح القرآن ليحفظه لا أستطيع للتكاسل، ولكن الحديث ربما أحفظه أو ربما أحفظ الكثير منه في يوم واحد، ولكني أريد حفظ القرآن لكن نفسي تغلبني على تركه، أعينوني بارك الله فيكم. استعن بالله، وليس عندي من شيء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أخي في الله، وليعلم الجميع أن العلم أوله مر وآخره حلو، وأنك إذا أردت أي شيء في العلم لا بد من أن تضيق عليك نفسك التي بين جنبيك بأمور عديدة، إما في حفظك وذاكرتك وضبطك وإتقانك، وإما في تركيزك وفهمك، وإما في حضورك، وإما في طريقك للحضور، وإما وإما. فهذه هي المكاره التي حفت بها الجنة، فما بالك إذا كان في أطيب الجنة وأعظمها أجرا، وهو ذكر الله والوحي. الوحي هو أعز شيء ينتهي بالعبد إلى الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الطريق السهل حينما تلعق الصبر، حينما تلعق الصبر وتذوق المر وتتألم وتجد الشدة والعناء. أخي في الله، إذا جئت تحفظ ووجدت الضيق والهم ووجدت الكرب، ستجده المرة الأولى ثم المرة الثانية، تجده الأسبوع الأول ثم الأسبوع الثاني، تجده الشهر الأول ثم الشهر الثاني، تجده ربما يستمر معك سنة، ثم يفتح الله عليك بلذة قد تبقى معك العمر كله. ومن أراد أن يجرب فليجرب، ما من طاعة إلا تجد دونها المنغصات والمؤذيات والمقلقات، لكن ما إن تصبر عليها وتكابد من أجلها إلا أورثك الله فيها من الفتح والخير ما لم يخطر لك على بال. وهذا سواء في طلب العلم أو في العبادة، تريد أن تصوم الاثنين والخميس تجد تكابد وتتعب، تريد أن تقوم الليل تكابد وتتعب، تريد أن تبر الوالدين تكابد، تريد أن تصل الرحم تكابد، تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تجد السخرية الاستهزاء الخوف القلق، كلها مكاره، لكن فيها من الرحمات وعلو الدرجات ما لم يخطر على بال المؤمنين والمؤمنات. فإذا ليست هذه المكاره بحائلة بين الصادق في محبة ربه المجد المجتهد في مرضاته، ما تحول بينه وبينه، بل تزيده قوة، يصبح مثل الذهب يحك فيزداد لمعانا. فاصبر رحمك الله وجد واجتهد، واعلم أنك تعامل الله، والمعاملة مع الله في هذا الدين لم تبقي شيئا تضحي به، كل شيء تضحي به، حتى نفسك التي بين جنبيك تبيعها رخيصة في سبيل الله عز وجل. إذا مضى العبد إلى سوق الآخرة لم يجد شيئا عزيزا دون الله عز وجل أبدا، كل شيء أحقر وأهون من أن يحول بينه وبين الله. ولذلك أصدق مع الله، وتجد البعض يقول: والله إني في كرب عظيم في شدة. هذا كله أوهام وكله كلام فاضي، هذا كلام فاضي لا يصلح من طالب العلم. تقاعس، تجد الشخص يقول له: يا أخي قم في الليل، يقول: والله ما أستطيع، والله الفتن، والله المحن. الجنة كلها مكاره، ليس هناك شيء اسمه لا أستطيع، ما كلفنا الله ما لا نطيق، بل كلفنا الله ما نطيق. فنحن تحت غطاء من الشيطان والعياذ بالله، وران من الذنوب والخطايا يحول بيننا وبين الدرجات العلى من الجنة. فالعبد لا يلتفت إلى مثل هذا التخذيل. فإن وجدت أن القرآن يحال بينك وبين حفظ القرآن، أي شيء بقي إذا حيل بينك وبين كلام الله، تقول: والله لا أصبرن، ولو أني في اليوم الواحد أحفظ آية واحدة لا أصبر عليها، والآية الواحدة خير من لا أحفظ من القرآن شيئا. بل تحفظ، ثم إذا حفظت وجاءك داء النسيان رجعت وراجعت. فهكذا وإلا فلا، إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك، وأنه يعامل من يسمع ويراه، فيري الله من نفسه الصدق والعزيمة الصادقة، ويصبر ويصابر ويكابد، وإلا فسيفوته الركب وسيندم حين لا ينفع الندم. أعطاك الله الصحة فاغتنمها قبل المرض،
أعطاك الله العافية من الفتن والمحن، فاغتنمها قبل أن لا تجد وقتا تتفرغ فيه لأهم وآكد ما تريده من فرائض الله عز وجل وواجباته، فضلا عن المستحبات. أعطاك الله الفراغ فاغتنمه قبل أن تشغل، وأعطاك الله وأعطاك، فعطايا الله لا تنتهي، فجد واجتهد واصدق مع الله يصدق الله معك. نسأل الله أن يرزقنا العزيمة على الرشد، والله تعالى أعلم.